حافظ على نفسك. طيب ناخذ صهيبه من العراق. السلام عليكم. وعليكم. احيي ابن كافي من الباضيه. ما عرفت هذا ده ثائر الدراجي. نعم ثائر يا عمر، انه ثائر الدراجي. خليه ماذا لا تريد؟ لا لا لا. يعني يا ثائر ماذا تريد ان تقول؟ من اين اتى بالدكتوراه وهو بعثي؟ اخي اقطع السؤال. طيب يعني والله انك لسفيه ابن سفيه ابن سفيه. شكرا يا ثائر. هو يصيح الحسين وثوره الازيان، شو المبادئ هاي الثوره؟ ما هي المبادئ اللي يقول لك جئتوني اصحح دين جدي؟ هو هذا اول مبدا فاسد، اول مبدا فاسد. زين هو دين جدا ودين دين رب العالمين؟ هو يا العنصرية دين جدك شو؟ دين جدك إرث يعني هو؟ هستيريا. وهذا هاي العقليات في هاي عمل الفكرة. ويصير يا زيد يقتل الحسين؟ يصير، لأنه خرج عليه مثل ما علي قتل طلحة والزبير. يصير لو قادر على معاوية أيضا قتله، مع أن معاوية وطلحة والزبير كانوا يريدون قتل الفئة الباغية اللي كانت مع علي. هؤلاء مجرمون اللي كانوا معه. الصحابة رادوا يقاتلون الفئة الباغية بأمر الله تعالى، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. تلقي هذا الاتصال، يبدو أن الاتصال جاهز. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وحيا الله فضيلة الشيخ. تفضل. نعم حقيقة ما يحدث الآن وما رأيناه من مناظر التطبيق، لكن الشيخ الذي جالس إلى جنبك كان معروف أمه بالبغاء في منطقة. نرجو من الإخوة عدم استعمال ألفاظ نابية. دكتور كنا نتحدث عن يعني موقف الأمريكي من الفيدرالية، يتظاهر الموقف الأمريكي برفض الفيدرالية حرصا على مصلحة العراق لأن الفيدرالية تقسم العراق. هو أنا بينت أنه الموقف الأمريكي الآن ليس مع الفيدرالية، ولذلك تشوف